اللي احنا دفناها دي ما طلعتش جثة نوار. امال جثة مين؟ معرفش، ومش فارق معايا اصلا اعرف جثة مين. انا كل اللي فارق معايا دلوقتي نوارة فين. انت ليه مش عايز تصدقني يا دكتور؟ عشان انت ما بتقولش الحقيقة. كل تعبيرات وشك يا دكتور وائل مختلفة عن اللي خارج من لسانك. ابوس ايدك ريحني ريحني، وقول لي نوارة رمت نفسها من فوق الكوبري ولا لأ؟